طيب كنت عامل زي واحد يا عبد الملك شخصيه يعني انا مبسوط اني اتعاملت معاه والله. اه والله يعني احمد عيد انا من اللعيبه اللي انا ما كنتش محتك بيها. عارفين بعض ونسلم على بعض وبتاع بس ما كانش في احتكاك في التدريب. بس هو من الشخصيات النادرا ما تلاقي لعيب كوره الشخصيه دي, شخصيه مستجيب بره جدا بره الملعب زي الشربات. لا لا هو الملعب كشري بقى على الاخر دي حاجه ايه. وحاولت اتكلم معاه والله انا بحبه جدا جدا ودايما دردش معاه في القصه كل دي كل اللعيب بس هو مش عارف كيف تخلص من القصه كل دي. كل اللعيب بتاع البطولات اه يشارك في بطولات كبيره يشارك بيبقى عنده طموح عالي. استاد عندك حق لما بتيجي انت يتصادم ان هو مثلا يبقى ترتيبه في الفرقه فرقته يعني ترتيبها ال 13 ال 11 ال 10 لازم يبقى عصبي لازم يبقى عصبي. فانا كنت بحاول افلتر الموضوع ده على اساس بندي شغل هجومي هجومي يرضي اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه ما يبقاش الموضوع كله محبط. ان انا بس انا ما بحبش اللعب التجاري. اصل في لعب اسمه لعب تجاري بالنسبه لنا احنا كوميديين فنيين. اللعب التجاري ده اللي هو ايه بتاع انا عايز ايه. خلي بالك مطلوب في ماتشات مطلوب في ماتشات لكن هو ما بيبقاش سيستم. بيبقى احمد السنه دي طرد اكتر من ماتش. كنت بتعمل ايه بقى يا كابتن؟ هو احمد كان ورطنا في ورطنا في كم ماتش طرده بصراحه يعني بوظ لي التفكير خالص. لان انا من نوعيه المدربين ان انا بعمل ايه يعني بعمل حاجه اسمها سكريبات كده السيناريو قبل الماتش. يعني ما فيش حاجه اسمها وليد اللحظه في الماتش. بص هات ده وجيب. لا انا مش بتاع الحاجه. عامل سكريبت انت مجهز سكريبت مجهز سيناريوهات. لو حصل حاجه حصل حاجه الا السيناريو بتاع عيد الطرد فما كنتش مجهزه. انا لو منك اول سيناريو عاملها كابتن احمد هو احمد ايه ده هيطرد. لا لا لا, لا بس هو بعد الطرد الاخير ده يعني كانت في وقفه مش وقفه خصومات والكلام ده. طبعا كان فيه وكل حاجه بس هو كانت وقفه وقاعده معاه ووعد ان مش هتحصل تاني.